تطبيق الانستا باي وازاي نستخدمه وايه الفوائد اللي هتعود عليا ان انا استخدم التطبيق ده. التطبيق ده بينزل على التليفون، اقدر ان يكون ليا يعني اكسس على الحسابات البنكيه بتاعتي، اقدر اعمل تحويلات لحظيه تسمع على طول، ما تاخدش وقت زي البنك 24 ساعه او 48 ساعه، اقدر كمان اني اربط ما بين الحسابات دي وما بين محافظ ما. في النهايه هي مساله انه نقل الاعتماد على الكاش. ازاي هذا التطبيق بيشتغل وانا كمواطن هستفيد ايه من انه يكون عندي التطبيق ده؟ اعتقد هنعرف بالتفصيل. دلوقتي معانا على التليفون دكتور ساهر الضماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيره المصرفيه. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. وايه اللي يخلي الناس تستخدم التطبيقات دي لو احنا بنتكلم هنا بالتحديد على الانستا باي؟ شوفي حضرتك، هو ليه ميزات كتيره جدا. اولا تقدري تستخدميه هذا التطبيق من البيت وانت قاعده في البيت، ما عندكيش مشكله. ده تطبيق الانستا باي، ان انت بتعملي مدفوعات لحظيه. يعني انت بتحولي دلوقتي من حسابك، هيظهر في ثانيه للحساب اللي وشغال طول الاسبوع وطول الوقت 24 ساعه، وده شغال 24 ساعه. وبعدين هو على فكره بيديكي مساحه في الحركه، يعني بيقول لك الحد الاقصى بتاعك في المعامله الواحده 70,000. طب لو انت عايزه تعملي معاملات يوميه كتير يقول لك يلا لغايه 120. الاقصى في بالنسبه للشهر واخد لك لغايه 400,000. فده يعتبر حاجه كويسه جدا. ده هو كان 200,000 والضاعف يا دكتور صح؟ الضاعف، الضاعف طبعا. ليه؟ لانه هو في النهايه القصه كلها ان انت تتحركي ناحيه استخدام قنوات الدفع الالكترونيه، الديجيتاليزيشن، ما بتحركي عليها، وبالتالي بتسهلي الامر على المواطنين، بتقللي ان الناس كل شويه تروح البنوك علشان تعمل اي نوع من التحويل. لا، هي قاعده في بيتها بتعملها. هي بصي، انا بسمي التطبيقات دي الحقيقه بقول عليها لفظ، انت موبايلك هو بنكك. بالظبط، هو البنك بتاعك اللي بتشتغل منه. لما انت بتعملي ده بتريحي المواطن، بتسهلي له انه شغله في ساعتها يتنفذ بنك تو بنك، معاملات يعني مضمونه 100%، ما فيهاش اي مشكله. فبالتالي دي تعتبر حركه قويه جدا، مش بس شمول مالي او التحول الرقمي، بل كمان هتعمل توفير في حاجات كتير. هنا يا دكتور عايز اقف مع حضرتك عند النقطه دي. المواطن العادي ما يشغلوش خالص موضوع الشمول المالي ده، لكن يشغلوا انا كمواطن، او عشان هي الفكره ان احنا عايزين نغير ثقافه الاعتماد على الكاش، وده بقينا بنشوفه حتى في مصالح حكوميه كتير جدا ما بقوش ياخدوا كاش. وكمان حياتك زودي حته صغيره، عايزه تقللي الناس تروح للفروع. اشتغل، انا عامله لك تطبيق بسهل لك الحركه، بوفر لك بنزين، بوفر عليك تقف في طوابير، بوفر حالة اكتئاب تيجي لما بتبقى الدنيا زحمة، فانت بتخلص شغلك على طول. الناس اللي هي مثلا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما هي دي بالنسبة لهم رقم زي ده، تحرك يومي لغاية 120,000 ده كويس، فبيسهل الحركة على طول. ده أجمل حاجة في التحول الرقمي. وبعدين القوة، بتحولي لحظيا ومضمونة، انه التحويل يسمع في ساعتها، ودي بتبقى مشكلة بالنسبة لناس كتير. طبعا، لان انت ساعات كنت بتحولي وتستني يومين ثلاثة صحيح، وتتكلمي بقى تشوفي ها، وتفرق لو من بنك لبنك غير البنك، يعني مش نفس البنك يعني. بالظبط، لكن انت في ساعتها بتحولي تبصي الناحية الثانية تلاقيه وصل له خلاص كده تمام. فطبعا انا شايفة ان دي تطور مهم جدا ومطلوب، ولسه ممكن يتوسع فيها قدام، بس هما بياخدوها واحدة واحدة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ساهر الضماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.